جمال. اوه نزلت يا ابني من امريكا امتى يا ابني؟ يا ابني الدنيا كلها عارفه ان انا انت بتشوف الفلوجز؟ شوف الفلوجز من امريكا شويه يا مش عارف يا ابني شوفني من امريكا يا ابني. بطلت كوره ولا ايه يا عبد الله؟ والله يا ابني غضروف بس بنلعب يعني اهو بنلعب بنلعب. طب يعني كنت مش عارف ابدا ازاي الفلوج خصوصا ان الديلي بيبقى فيه مشكله ان انت تبدا نفس البدايه ورايح نفس المكان صح ابو شعبان؟ صح الله 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 الله. مصطفى جمال كان دخل حقوق هنا في مصر بعد كده جاله الجرين كارد وسافر على امريكا ابتدى يدرس تاني كنا بنلعب كوره سوا هنا وبقى هو بيلعب في دوري كده هناك تبع الجامعه امي ما كانتش بتخليني ابدا اطلع حد من اصحابي بقى مش موجود كل ما يمسكوا عندي تفرمنا احنا الاثنين. اسوأ موقف يحصل لي في الشارع بصور عادي الطريق السواق قال لي انت بتعمل ايه؟ قلت له عادي بصور نفسي بصور الطريق ايه المشكله؟ قال لي لا 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 وشد الكاميرا كده ما تصورليش ده وراح حطها جنبه بيقول لي بعد اذنك اقفلها لي ومش عارف ايه قلت له بالراحه بس يعني بقى في حسن طلب عندك عشان انا بصور نفسي ودي ما فيهاش مشكله راح كل العربيه بقى لا ده انت جبتني لا ده انت طلعتني لا ده انت صورتني انت شفتك وانت بتضربه بعصايه البول ليه كده يعني كل العربيه قامت ووقف العربيه على ايه يعني انا ما عنديش مشكله وفي فوتج كتير بمسحها عشان الناس بتطلب مني بسلوك كويس ان انا امسحها امسح ده بعد اذنك مش عايز اطلع عادي انا مش عارف والله العظيم يعني نكد مش عارف ايه اللي انا بعمله ده بس مش عارف ابريك من اللي حصل لي في الشارع ومفروض نكتب سيناريو ونطلع افكار ازيك يا استاذ انس لا ما قلت ما قلتلناش اتقان ها عشان انت خاين 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 وعميل مش هنقعد مرتاحين. عبد الله وسيدي من هنا عشان احنا مش فاضيين دلوقتي خالص مش وقت فلوج اصلا ماشي بس فنقفل هنا. انا عايز دقن كبيره هتصورنا انا هنا المهم يعني لقطاتها تبقى ايه مش جايبه زي ما حد قال لعبته مش عارف مالها نشوف فكره فانا قعدنا نقلدها نطلع كل الافكار اللي في دماغنا الاول عشان ما نشوفش فكره فنحس ان احنا دماغنا كلها اتعمل لها لوك على الفكره ماشي انا فنقعد نصور اقعد نطلع افكار على نفس الفكره اللي احنا شفناها صح هو بيصورني بيصورني طيب شكلكم سلام يا باشا لا معرفش عايزين نصور في الشارع وجسوني خايف يصور في الشارع يا ابني خايف تصور في الشارع يا ابني عبد الله بينزل في الشارع يا ابني عبد الله يا ابني احنا هنقعد نصور وسلايدرز واحد عبد الله عبد الله انت معاك محفظه؟ اه انا شايف موبايلي غير 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 احنا يعني غير ان احنا بنمشي بالكاميرا انا كمان بمشي بالكاميرا على طول انا كل يوم بنزل بالكاميرا غير تقعد تفكر نصور فيلم قصير تجيب سلايدر وتجيب ترايبودز واضاءه وتقعد تعمل كده وتعيد واكشن ومش اكشن وش سلمني على نفسك بس خلاص احنا كده لقينا الفرشه هنا ونفرش فرشه اهي بص الكادر تعالى ورايا بص الكادر هناك يا وسيم ما انا عارف ما دي عينيه ايوه الفكره ان احنا عندنا ساعتين عندنا ساعتين نكتب فيهم السيناريو احنا عملنا ايه نزلنا لو بسيوني عبد الله ناكل يا ابني ما هو ده يا ابني الانسان المصري
ايه اللي حصل دلوقتي؟ فكرتنا حصل فيها ايه؟ بهدلت فكرتنا، تلقى فيها حاجه ناقصه احنا مش واخدين بالنا منها. استاذه لا في مشكله ناقصه، قتلتها وانهتها من على قيد الحياه. مش قتلتها، هي انقذتنا يا باشا. حلو، هي انقذتنا. حلو، مش مصدق نفسي. يعني المفروض دلوقتي ندخل معانا الفكره والسيناريو والمشاهد واحنا ما عملناش اي حاجه. النهارده خدنا زوايا الكاميرا تمام، كانت يعني كانت حلوه جدا لحد ما، وابتدينا نفهم احنا لما بنصور المفهوم العلمي او الاسم العلمي للحركات اللي احنا بنعملها دي ايه. تمام، يعني بقى عندنا بفضل الله الايه الحته ايه، اما اتحرك كده دي اسمها كذا، ولما اتحرك كده دي اسمها كذا. فقول لنا ايه الزوايا بتاعت الكاميرا. طيب الزاويه بتاعت الكاميرا في الاي ليفل دي اللي احنا بنصور منها، اللي هي بتبقى في نفس الكاميرا في نفس مستوى عينيك. تمام، بعد كده عندك في اللو اللي هي الكاميرا بتنزل تحتيك شويه، ما تبقاش اي حاجه تحت الاي ليفل، بتبقى لو. تمام، بتبدا بتصور من تحت، دي بتدي عظمه للشخص. عارف لما 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 انت تصور حد من تحت يبقى انت كده بتدي له عظمه. دايما بيعملوها مع المصورين اللي هم بتوع الملاكمه مثلا، او الناس اللي بتلعب مثلا رياضه قتاليه او كده زي لسه شايفين في المثال اللي فوق. في بقى دي اللو، فهي عشان اقل من مستوى عينك فدي تبقى لو. تمام، بعد كده في الهاي، دي بتصور من فوقيك اعلى من مستوى عينك. في فرق ما بين الهاي واللو انها بتبقى من فوقيك شويه او تحتيك شويه. اللي تحت خالص اللي هو لما بتبص من الارض لفوق خالص، دي اللي انت في مستوى الارض وبتبص على على الشخص ده فوق، اسمها ورمز اي، لعين الدوده اللي هو بتبص من تحت خالص زي الدوده كده، الدوده بتشوفك حاجه ضخمه جدا. بالظبط. واللي من فوق خالص اللي هي بتصور بالدرون، دي بتبقى اسمها بيردز اي، اللي هو بيبص من فوق شايفك، شايف راسك اصلا او شايف فيو كبير، كانه ايه شايفك زي العصفوره لما بتطير بتشوف الناس تحتيه كده. فاللي من فوق خالص وجايبه راسك دي اسمها بيردز اي، لكن لو من فوقيك بزاويه كده وجايباك وانت بتتحرك دي هاي. بعد كده عندك زي ما قلنا الاي اي ليفل، بعد كده انزل تحت في حته بقى الورمز، الورمز اي. بعد كده الورمز اي، الورمز اي لو انت بصيت للكاميرا هنا، لو الكاميرا دي هدف او ممثل زي ما بنشوف كده في افلام كتير، بيبقى في ممثل في الارض فاهم، ويقوم ضربه برجله وموته. فطالما اصبحت الكاميرا انت باصص للكاميرا على دي مش ممثل، دي مش في الفرونز دي، بس دي في كل حاجه. دي بوينت اوف فيو، دي بقى دي لو ايه، لو ممثل بص للكاميرا. لو الممثل بص للكاميرا ما بنقولش هاي لو بيردز اي، ما بنقولش اي الحاجات دي. لو هو باصص للكاميرا وهو بيمثل، لو هو باصص للكاميرا على اساس انها شخص، لا على اساس انها شخص طبعا بالزبط. لو هو باصص للكاميرا على انها شخص وهو بيمثل، دي اسمها بوينت اوف فيو. ودي بقى البوينت اوف فيو، ان انا باصص للكاميرا على انه الشخص، اللي هو مثلا بقول دي البوينت اوف فيو بتاعت عبد الله. عبد الله شلناه وحطينا الكاميرا مكانه، فانا لما بكلم عبد الله بكلم الكاميرا مكانه. يعني ده مثلا بيبقى موقعي، فانت كده ايه باصص لي بالظبط كانك بتكلمني بالزبط. في كونكت ما بيننا حتى انا كده لو المفروض انا كده المفروض لو، بس ما نقولش لو ولا هاي ولا حاجات دي. انت كده طالما ما بتبصش للكاميرا كده، فانت دلوقتي حالا لو. انا كده لو عشان مش بصص للكاميرا. لكن انا ببص في الكاميرا كده، انا كده بوينت اوف فيو بتاعت عبد الله. بس حلو قوي كده عشان الفلوج برضو ما يطولش. بس حلو قوي كده، وان شاء الله بكره هنشرح حاجه تانية من اللي احنا خدناها او اللي هناخدها، عشان احنا لسه ما كتبناش اي حاجه في الفيلم. ويلا عشان نلحق المترو، وعشان نلحق المترو. السلام عليكم. اديها لك والله، اديها لك. تعرفني ايه اللي حصل لك؟ تعرفني يا ميزو اللي كسر دراعك كده؟ دي ايه دي ميزو؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بقول لك ايه ده؟ تجيبها؟ عم اصبر بس اقول لك حاجه. اقول لك ايه؟ ممكن تمسكني كده ليه؟ ممكن تديها لي؟ طيب بس هتديها لي تاني؟ اه. تعالى معايا بقى انت. بس ايه تقيل عليك؟ هتقع. طب استنى انت كده مش هتشوفها. طب انا بص انت اهو، انت اهو. لا انا عايزاها. انت عايزاها ازاي؟ حاضر، انت كمان عارف؟ ماشي، انا هتصورها يا ابني. بطل فرق يا بص، انا هتصورها شغال بزمان. انا هتصورها يا ابني. اهي يا ابني، يا ابني ما هي اهي. انت هو عايز يبقى فلوجر، عايز يبقى فلوجر؟ خايف عليها طبعا. قول طب اقول لك، قول حاجه واحده بس وخليك تصورني. انا عارف انت، خليك قول فلوجر الشارع. والله كنت متاكد. اوعى يا ولد، اوعى يا ولد، اوعى يا ولد. قول لي، قول لي فلوجر الشارع يا بنت. قلت ايه؟
هو ليه ما يشتغلش؟ هي بتتكلم ان انا لازم الاقي سبب.